أعزائي المشاهدين، مساء الخيرات ومساء الورد من جديد. ضيفنا واحد ممن تدين لهم حركة الدراما الأردنية بالكثير الكثير، ومن الأسماء التي رسخت العصر الذهبي أو كرست ما يسمى بالعصر الذهبي للدراما الأردنية، وكانت له إسهامات عديدة في كل تجليات الدراما. حصل على ميدالية الحسين للتفوق الدرجة الأولى، جائزة دولة تقديرية في مجال الفنون التلفزيون تحديدا، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من ليبيا، درع رابطة الفنانين الأردنيين، درع التلفزيون الأردني، شهادات تقدير من العديد من المؤسسات الثقافية والفنية المحلية والعربية، وأحسب أنه لم ينصف بعد. الأستاذ صلاح أبو هنود، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير، أكبر إنصاف أني أكون معك في برنامجك. والله إلي الشرف، إلي الشرف أستاذنا. كيف حالك؟ شكرا، الحمد لله. خلينا إياك. طلعت على سيرتك الذاتية لأكتشف أشياء غريبة. اسمح لي أبدأ فيها واحدة واحدة. يعني دراستك للتربية وعلم النفس، يعني بعدين توجهت إلى الفنون، إلى الإخراج تحديدا. نعم. واكتشفت أنك كنت ممثلا في المسرح. نعم. يعني أيضا ليه اخترت التربية وعلم النفس ولم تدرس الفنون مثلا؟ أولا ما كان في الأردن أنه يدرس في الفنون، ما كان في الأردن في حركة فنية يعني بالمرحلة اللي أنا بديت فيها. يعني أنا من خريجين الجامعة الأردنية الفوج الثاني، يعني فت الجامعة الأردنية. والجامعة الأردنية هي اللي ودتني الفن. أحد الأساتذة يعني كان من مصر وقال لي صلاح أنت بتدرس بجامعة ولا بمدرسة؟ قلت له جامعة، احنا كنا مبسوطين على الجامعة الأردنية. فقال لي لا، هي مش جامعة، أنت بتكتب محاضرات وبتعملوا امتحانات، بس الجامعة لازم تطلع شعراء وتطلع فنانين وتطلع مواهب وقصص وكذا والآخرية. فقلت له طب شو المطلوب مني أعمل؟ قال لي أعمل مسرح. أنا ما كنت شايف مسرح أصلاً بحياتي، يعني ما كنت شايف مسرح. فرض علي وألقى علي هاي المهمة، وأعطاني مسرحية لتوفيق الحكيم أريد أن أقتل. وإلها علاقة بعلم النفس، يعني هي لطبيب نفسي موضوع القصة، فكان قريب لمفاهيمي. وأخرجت المسرحية وما فوجئت بأنه رئيس الجامعة بيعبطني والأساتذة وبيعطوني هالتقدير وعفوني من الأقساط وهذا. وبدأت أتحول بعديها للفن، بعدين أخذوني على الإذاعة. وطبعا ما بنسى فضل الجامعة الأردنية، قدمت لي التسهيلات لأنه حتى أعمل مسرح بالجامعة وحتى أشارك بالمسرح عند إنشاء أسرة المسرح الأردني. وهالتشجيع هذا كله دفعني وحبيته، واعتقدت أنه يعني يعني يتوافق مع نفسي ومع فكري بهذيك المرحلة، لأنه كانت الأجواء ثقافية بالبلد أكثر. يعني كان فينا قراء وكتاب وشعراء مثل قامات عالية مثل ديسي. مين تتذكر بالأسماء اللي رافقتك؟ نعم. في هذا البداية يعني احنا بندين بالفضل الأستاذ هانس نوبر، أول مخرج طبعاً في الأردن، هو اللي أسس المسرح، هو اللي جمعنا من الجامعة الأردنية ومن كل يعني من خليط من الصبايا والشباب كلياتنا. يعني مثلا أذكر نبيل مشيني عمل دور العمدة 85 سنة، كان عمره بأواخر العشرينات، يعني كنا صغار. أنا عمل دور، كنت لسه سنة ثانية بالجامعة، عمل دور واحد ختيار، يعني ما كانش في الأردن غير 15 واحد كان كل اللي كانوا موجودين يشتغل بالدراما. بعدين اتطورت وكنا متحمسين، الكل كان مخلص، كان هناك تشجيع من الدولة جميل جدا، نفتقده الآن إن شاء الله. يعني الدولة غيرت رأيها. نعم. بس كان في تشجيع. يعني كان في تشجيع تمام. أنشئ التلفزيون الأردني، التحقنا بالتلفزيون الأردني. يعني كنت بحكي للشباب رقمي 35 بالتلفزيون الأردني، بعتز فيه أول 35 موظف بالتلفزيون الأردني. وأيضا التلفزيون الأردني يعني لاحظ أن عندي موهبة وكذا، فأرسلني لبريطانيا ودرست الإخراج وهكذا. ساعدت الحكاية. يعني هي سيرة غنية ما شاء الله، كونك وقفت على خشبة المسرح ويعني تورطت أو انخرطت في موضوع التمثيل، ساعدك في الإخراج؟ يعني المخرج في جواه ممثل متواري مثلا ولا مو شرط؟ لا، هو مش معظم المخرجين بيحب يكونوا ممثلين، بس أنا صار معي بالعكس، أنا من ممثل انتقلت للإخراج. الإخراج حسيت في نفسي أكثر من ممثل. يا طبيعتي ما بحب أنقاد.
شخصية قيادية يعني. هيك كنت أتصور إن أنا بحب أكون يعني أنا أقود العمل وأنا أقرر وأنا أعمل خطط وغان. فتحولت إلى من التمثيل الإخراج بعد كنت عامل 9 مسرحيات قبل أن أنتقل إلى الإخراج. بعدين أنا لا أؤمن الواحد يمسك بطيختين يعني مرة بالإذاعة ومرة بالتلفزيون ومرة بالهذا. في حلم كنت مشي معي بالإذاعة مشي معي بالمسرح. لما أمسكت أداة التلفزيون وهي أداة خطيرة جدا وجماهيرية وأنا عندي وجهة نظر بحب أقولها للناس يعني من الأول يعني كانت واضحة عندي. ويعني هاي الآلاف المؤلفة والملايين من المشاهدين اللي ممكن تحصليهم في ليلة لا يمكن تحصليهم في 10 سنوات على المسرح طبعا صح. فوصلت فحسيت أنه رسالتي بتوصل أنا لل لعبر التلفزيون أفضل من السينما. أخرجت سينما أخرجت مسرح أخرجت إذاعة ومثلت لكن وجدت نفسي بالتلفزيون أكثر بصراحة. فيش إشي ما عملته يعني برامج ثقافية برامج منوعات برامج مسابقات برامج فنية إدارة في التلفزيون. أنا كنت أتمنى لو أنام بالتلفزيون بدايات ما كنت حاب أروح على البيت يعني مستعد لشغلوني. كنت أعمل 3 برامج الأسبوع يعني كانت حياتي مرتبطة بالتلفزيون متعلق جدا بالتلفزيون. ما أحب من روح يعني لما كان يسكر التلفزيون على 11 كنا نحزن يا الله يعني هالقد. وهذا أعتقد أنه التلفزيون يعني من أسباب تدني الوضع بالتلفزيون أنه هذه الروح الإخلاص للتلفزيون وروح الفريق هي اللي انعدمت نتبه يعني عوامل التعريف والزمن مش وظيفة عادية نعم. مش موظف يعني وقعد من 8 إلى 3 النوعيات موجودة بس معظم النوعيات بحكي عن الأردن يعني لما كنت تعدي في مصر الأم الدنيا والأم الحركة الفنية تعدي فيها 4 أو 5 مخرجين الأردن كان فيها 5 أو 6 مخرجين بنعد منهم 5 أو 3 يعني صح. أيضا صح. كانوا متميزين في المنوعات كانوا صح. متميزين في الدراما. وإحنا اللي نقلنا الدراما العربية مثلا إلى أفاق جديدة. تجربتي مع الدكتور وليد سيف أقول مسلسلات نعم. عديدة يعني الخنساء أروى من الورد شجرة الدر طرفة من العب جبل الصوان صعود إلى القمة كلها لدكتور وليد نعم سيف. هي يعني أنا كانت بدأت يعني أول من قدم وليد سيف للشاشة في مسلسل الخنساء وبعدين استمرينا بالتجربة وكان في نوع من التفكير المشترك يعني بنقعد بنقرر الشخصية وندرسها وبنفكر فيها وبنحلم فيها وبعدين تطلع الشخصية على الهواء. اسمح لي أسألك هون نحلم نعم. فيها بنقعد بنناقشها المخرج متى يبدأ دوره؟ يعني النص بين إيديك كاتب يضع النص بين إيديك السيناريو والحوار مظبوط؟ لا كان أنا من الفكرة الفكرة؟ أول بصير عصف ذهني على الفكرة حول الفكرة يعني الكاتب يعني معظم هاي الشخصيات يعني أنا انتقيت الخنساء أنا انتقيت عروة من الورد يعني منتقي وبعدين بصير عصف لما لأنه ابن جامعتي دكتور وليد سيف يعني أنا في زمالة كان في أنا كنت أعلى منه أظن بصف أو بصفين بالجامعة وخالد الكركي كان معانا بالجامعة يعني كان في مجموعة من المواهب موجودة بالجامعة الأردنية أيضا فكنت أبدأ معاه من الفكرة يعني نبدأ من الفكرة ويصير عصف ذهني طويل يعني يأخذ مرات شهر أو أكثر من شهر وهذا وبعدين حتى يصير هو متشبع تماما بالفكرة قادر على كتابتها. وفي عرفنا أنه المؤلف الأخير للعمل هو المخرج فلا يمكن إذا ما كنت متشبع بالفكرة أساسا وهضمطيها وصارت جزء من تركيبتك يعني الذهنية والنفسية لا يمكن أنك تبدعي فيها. نحكي عن مخرج مثقف مش مخرج يعني المفروض المخرج طبعًا. لازم يكون مثقف عيب ما يكون مخرج مثقف طبعا يعني طبعا. هيك وجهة نظري يعني. في الإذاعة أيضا يعني برامج ومسلسلات بقول في التلفزيون ما هو تعرف اللافت للنظر السوية العالية يعني كنتوا تختاروا أول الكتاب إذا أعمال لكتاب معروفين جدا مسرحيات عالمية حتى المسلسلات ذات واضح من العناوين ذات مضامين رفيعة المستوى هل كان هذا المتاح والمباح ولا كان في أعمال تجارية لكن حضرتك
ما يعني ما شدتك او ما وقعت في فخ الاعمال التجاريه؟ صح. لا. كيف حصنت نفسك؟ حصنت نفسي بقناعتي في الانسان. انا اعتقد الانسان الحقيقي لازم يكون عنده منظومه قيم. منظومه القيم هي اللي بتحركه، هي الموتور تبعه اللي بتحركه. اذا تمسك فيها وصانها وتصونه، نعم، اذا اشتغل في فرق بين الفنان اللي بيحمي الرساله وفي فرق بين الفنان اللي بيشتغل بيتقن المهنه كتقنيه يعني. انا اعتقد يعني، وشهدت لي الدوله يعني لما اعطاني جلاله الملك حسين الله يرحمه ميدالية جائزه الحسين للتفوق، بعتز فيها لانه اعترف فيي اني انا قدمت شيء للاردن. نعم. لما الدوله الاردنيه اعطتني بعد عمر يعني مسيره طويله ايضا، لما اعطتني جائزه الدوله التقديريه، حلم كل فنان انه ياخذ جائزه الدوله طبعا. التقديريه هي شرعيته في المجتمع، انه انت خدمتنا وانت اعطيتنا وحبينا اللي عملته. فلا يمكن واحد يحصلها الا يكون في عنده فكر معين، في عنده مبادئ معينه، في عنده التصاق بمجتمعه طبعا، بسمات طبعا. الروحيه، بسمات الاجتماعيه، بسمات الاقتصاديه، هلا انت عاشق لمهنته ايضا ويتقن هذه المهنه وبالتالي ينجز فيها. انا شخصيا اؤمن يعني، انا بحب نفسي كمخرج. لماذا؟ لاني انا بروي حكايات. احنا امي تربت على الحكايه، الرسول ان قصصنا عليك احسن القصص، صح، في خلايانا، صح، سبحانه وتعالى، صح. علم الرسول، رسول هذه الامه، بالقصص. فالقصص مهم، ومن يمتلك القدره على روايه القصه بشكل جميل ونبيل، الناس بتحبه والناس بتقدره، وبالتالي يتقن عمله ويحصل ما يحصل. ما هو المسلسل اللي تارك ذكرى جميلة في ذاتك، في ذاكرتك؟ وما هو المسلسل اللي سبب لك إزعاج وصداع وعصبية المخرج؟ هل ظهرت في عمل معين مثلا؟ أعطينا نبدأ عن الذكريات. لا، أنا مش عصبي. مش عصبي. أنا كنت عصبي. نعم. كنت بأول، كنا نفكر أن المخرجين لازم يكونوا عصبيين. في بس صار معي تجربة بالستوديو بالتلفزيون الأردني مع واحد صاحبي، عصبت عليه وندمت بعدها، امتنعت. أنا طريقتي أنه إذا شيء أزعجني بترك العمل وبمشي، بنسحب. أما ما مستعد أسيء لحدا أو أعصب على حدا أو أغلط على حدا مثل ما بيعنى هذا. وشعري سقط بالطبيعة، مش لأني مزعته ما شديته. نعم. يعني أنا طبيعتي هادي إلى حد ما، قليل الغضب إلا إذا يعني كان الاستفزاز عالي. بركز في عملي، بحب أتقنه. بتغلبوا معي شوي كانوا الناس، لأني بضل أعيد 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 حتى يطلع العمل مظبوط. بس بالأخير كنوا مبسوطين لأنه طلعوا بشكل لائق. وكان الممثلين يعطوني يعني تشجيع أكثر، إنه نحن بنطلع معك غير يعني لما نعمل أدوار نطلع معك غير عن نطلع. هذا اللي يميز مخرج عن مخرج، مدى إخلاصه لل إذا الممثل بيعرف إنه في من نعم. لما الممثل مثل الطفل يعني، في فرق من متربي ممثل تربية جيدة وتتعب عليه وحس إنه هو معتني، أنت بالنفس اللي بتنفسه، بالحركة اللي بتحركها، كيف بيجلس، كيف بيأدي، كيف دمعته أنت بتنزل وكيف تنزل. وفي يعني بالسايكولوجي بتنعرفها، بعلم النفس بنعرفها إمتى كيف نعبي نشحن ممثل مثل يعني لمشهد معين مشان يعمل. هاي دموع اللي بنشوفها غالبا حقيقية بتكون. أنا معاي حقيقية، أنا عمري ما استخدمت مع ممثلين، عمري ما استخدمت معهم الجليسرين اللي بحطه. أعطينا مثل، من هو الممثل أو الممثلة اللي شحنته عاطفيا إلى درجة أنه أخذت المشهد؟ نعم. الصح من تجاربي كان مع أسامة المشيني، كان يصير بعبد الله بن المخفع يعني، كنت أشحنه مع محمد القباني، كثير من الممثلين، مع منى واصف، مع محمد حسن الجندي، مع نضال الأشقر، مع كل الممثلين اللي اشتركوا معي. في مشاهد أنا بكون يعني جواتي حاببها كثير بالنص قبل ما يتعرفوا عليها الممثلين، وبكون يعني دارس كيف بدي أحط الممثل في وضع أنه يطلع أفضل ما عنده، مش مثل ما بده يعمله. وأذكر في تجربة كان ممثل السورية ثراء الدبسي، كانت تبكي بالمشهد، وهي كانت دور تعمل دور الملك السوداء بشجرة الدر. أنا ما كنت شايف أنه آسف أنه هاي الشخصية بتبكي،
فبكت وأصرت تبكي، خليتها تبكي 8 مرات لحتى بطل ينزل منها دموع. سجلت المشهد المرة التاسعة واحتفظت لها بالتسجيل الأول وعرضت عليها التكنيك، قلت لك الشخصية الآن أدائها أفضل كان بالدموع ولا من دون الدموع؟ إذن البكاء مش يعني مش مكان بيطلع مش لأي شخصية يعني شخصية يعني تندرس تماما نفسية الشخصية وظروفها وبيئتها. وحتى يعني بالكتاب بالكتابة لما بشوف كلام زيادة لما كلام مكرر يعني، وهذا كان يصير معي مع الدكتور وليد سيف مرة حضر معي بروفا فجيت أشطب كلمة عزت عليه الكاتب بعز عليه الكلام يعني قلت له خلاص روح مع هذا، بس بحط بيني وبينك شرط، إذا بتعرف بعد لما تشوف على الهواء شو أنا شطبت خذ الشرط اللي بدك إياه، لأن المخرج براقب وبدرس وشوف هاي الجملة تكررت هاي كذا، بيأخذ أفضل جملة أفضل مفهوم في أفضل موقع. فهذا كان يعني جزء من يا الله شو عم بتغير الصورة النمطية للمخرج، يعني مخرج كاتب ثاني للنص، يعني كأنه بيعمل إعادة تحرير. مش تحرير، هي إعادة تأليف، لأنه هلأ الكلمة صارت صوت وصورة، صارت إضاءة، صارت حركة. صوت صارت حركة، صار في أشياء ثانية عوامل أخرى غير عوامل تأثير الكلمة بتفوت في التأثير. إحنا بنحط عيننا المشاهد، يعني أنا ما بشوف الممثل، أنا بشوف المشاهد اللي قاعد قدام التلفزيون هو اللي بفكر فيه كيف بدي أخليه ما يبعد. مش مثل هلا بنشوفهم بروح على المطبخ شو حكوا مش عارف ايش كذا. الاعمال اللي قدمتها ما يعني بفتخر انه ما كانوش بيتركوا مقاعدهم وفي حاله يعني مبسوط عليها. الناس عاده تعرف الممثلين، بس انا كنت سعيد جدا انه كانوا يسلموا علي بيعرفوني ان انا مخرج، بيقولوا لي انت اللي اخرجت كذا وانت اخرجت كذا وانت اخرجت كذا، لانه ثقافه يعني هاي باوروبا بيعرفوا العمل باسم المخرج. بالدول العربيه قليل بيعرفوا من خلال الممثل. بس كنت احس انه الناس هذا، حتى زملاء المخرجين الحمد لله كان يعني من المخرجين الكبار اللي انا يعني كنت اتعلم من افلامهم وكذا، كانوا يقولوا انه في لك صوره خاصه احنا بنعرف من الصوره انه هذا. سبحان الله، يعني المشاهد لما بيعجبه عمل ويعني بنال احترامه صح يبحث عن الكاتب ويبحث عن المخرج، لانه بقى نعرف العمل ليش ممثلين فقط وراء فريق. هناك دراما شعريه ل معين بسيسو في اللهجه الفلسطينيه واللهجه السوريه واللهجه الاردنيه، يعني كيف مثلا استغربت انه باللهجه الفلسطينيه ممنوع تجول كاتبها ركان مجالي اللي هو معالي الوزير الان نمر سرحان دكتور. هاي اول جائزه بحصلها التلفزيون الاردني في تاريخ التلفزيون الاردني على هاي التمثيليه في اول مهرجان ممنوع تجول، وكان اول واخر تمثيليه كتبها معالي الوزير صديقي يعني هي بيضه الديك مع اللهجة السورية أيضا ممدوح دوان وما أدراك، يعني شفت السوية العالية. محمود الزيودي أيضا، روكس العزيزي، محمود شقير، روكس العزيزي، أعمال عديدة. من هو المخرج اللي بيستفزك عمله إلى درجة يعني بيستفزك إيجابيا، يعني تعجب بأعماله؟ مخرجين العرب المصريين أو السوريين مثلا هذه الأيام أو في السابق؟ أنا لا يعني أنا لما كنت صغير كان عرض مسلسل هارب من الأيام، كان من إخراج المرحوم نمر النمر داش، فأنا أتفرج كانوا يسموه ملك الفيديو هذاك الزمان، أنا كنت صغير فكنت حطيت براسي أني لازم أصير أحسن منه. هاي أول حلم أنه لازم أصير أحسن منه، وبعدين ضليت أشتغل، وبعدين في فترة من الفترات كان هو بيشتغل بالستوديو كنت أنا بشتغل بالستوديو. يا الله، فاجى يتفرج على شغلي فحسيت بالاعتزاز انه انا اللي كنت احلم اصير زيه. وبعدين طلب مني الله يرحمه، طلب مني يمثل معي هو كريم مختار، مدامته كريم مختار، فحسيت بالاعتزاز. بعدين رأست لجنه التحكيم كان هو عضو فيها، فاخذت شرعيتي انه الحلم تبعي تحقق
ففي كثير من المخرجين العرب يعني بحترمهم أنا، بس أنا يعني لا بحترم العمل. فالمخرج اللي بيكون ملتزم مثل محمد فاضل بمصر، بيكون في المخرج بتعرفيه من سلسلة أعماله. عمل واحد لا يكفي. عمل واحد لا يكفي. نعم. يعني أنا أعمالي أنا بعتبرها كلها مسلسل. هي عدة مسلسلات. لكن في خيط بيربطها. في ثيم صح. في خيط بيربطها. نعم. فأنا لما بشوف مخرج يعني مثل العقاد الله يرحمه بحترمه، مثل يوسف شاهين بحترمه، في خيط لهم. في العالم مثلا مين مخرجين أمريكان مثلا؟ يعني نحن كنا بدي أقول لك أنه بالنسبة للعالم أنا كنت بحب المخرجين الفرنسيين أكثر، كنت بجد نفسي أقرب إلى السينما الفرنسية من سينما هوليوود. نعم. أحيانا كان يكون عندي موقف عدائي من سينما هوليوود، يعني بتدمر الشخصية أو بتدمر البشر، يعني تطرح مفاهيم سلبية. وفي طبعا في أفلام جيدة ما بننساها أنه احنا كمان تربينا عليها وشفناها، بس أنا كصلاح وهنود نمطي أقرب إلى الدراما البريطانية اللي كنت أشوفها، يمكن لأني أنا تعلمت في البي بي سي أثرت علي، والفرنسية أكثر. فكنت أحب هذا النمط الأوروبي أكثر وأجد نفسي أقرب إله. لكن تربيتي الفنية ما حبيت أتربى أنا على أعمال مخرجين بقدر ما أتربى على جهدي الشخصي. السؤال اللي سألتك إياه في أول سؤال، هل اكتشفت أدي هذا السؤال قبله وما كان له معنى؟ ليه دراستك لتر العلم النفس وظفتها بشكل غاية في المهنية والذكاء في مسيرتك الفنية؟ يعني واضح أنه الإخراج بده علم نفس كمان، يعني نعم. من علم النفس بلخصه في أنه أنت بتدرس السلوك الإنساني، الإخراج أنت بتجسدي السلوك الإنساني صوت وصورة. فما في هذاك الفرق الكبير. يعني ساعدتني دراستي في علم النفس وساعد خبرتي كممثل في إدارة الممثلين. أصعب إدارة هي إدارة الممثلين. التلفزيون انضباط، يعني التقنيين منضبطين تماما مثل العسكر لما بنكون باللوكيشن منضبطين في بيأخذوا أوامر رجل المكان تماما. يعني نعم. الممثلين عادة خصوصا النجوم منهم هم اللي صعب إدارتهم. فلازم يكون واحد يعني بيسيطر حتى ينجح في إدارتهم تماما ويصيروا طيعين في إيديه. احنا بعد إذنك أستاذ صلاح أبو هنود في شاب بده يغني، فإحنا بنستبقي الشخصية الاعتبارية حتى نسمعه شوي نريحه شوية غني. بس قبل ما نستقبل معنى الشريف، تحليلك لرواج المسلسلات التركية هذه الأيام، أين هي الجاذبية في المسلسل التركي؟ شو اللي عم بيحصل؟ يعني صار في طوفان، طبعا مع احترامنا هذا جهد فني يقدر، لكن صار في إدمان للمسلسل التركي. وطبعا هو هلأ بنحكي عن حركة اقتصادية الكل مستفيد منها. تحليلك بصفتك مخرج، بصفتك صاحب خبرة وصاحب مشوار وصاحب مشوار مليان بالعبق، العبق التعب، شو اللي عم بيحصل؟ شوفي، الأعمال التلفزيونية ليست بريئة. فيش عمل تلفزيوني بريء. نعم. يعني دائما هناك فكرة وفي ناس بيحسنوا التخطيط تماما. أنا عملت مقابلة قبل حوالي يمكن 5 سنوات أو 6 سنوات بالدستور، سألوني عن المسلسلات التركية نفس السؤال، فقلت لهم انتظروا الدور التركي القادم في المنطقة. تمهيد. نعم. تم التمهيد من خلال المسلسل التركي وقدموه بلهجة قريبة منا. وفي المسلسل التركي لأنه بطرحوا كل المواضيع الاجتماعية، هذا النقص اللي كان في المسلسلات العربية، مسألة الحرية الشخصية، مسألة العلاقات، سد فراغ معين فلا كان جاذبي. لكن هو عمليا خدم السياسة التركية وخدم الاقتصاد التركي وخدم السياحة وخدم. فدائما احنا يعني لما بنزعل هون
انه خلونا نعمل دورنا يعني كدراميين، خلونا نعمل دورنا من خلال المسلسل الاردني، لانه بالسبعينات والثمانينات يعني كان في النواهج، فخلونا نعمل دورنا لانه احنا من خلال هاي الاعمال بنسوق الاردن، من خلال هاي الاعمال بنفرج مواقف الاردن، من خلال هذه الاعمال بنحط الاردن على الخريطه وما بيغيب. يعني قدرنا نحط دبي على الخريطه، ما بنقدر نحط طبعا الأردن على الخريطة، بنقدر، بس للأسف يعني ما كانش في ناس متحمسين تماما للمشروع، مش فاهمين البعد. بس أول كان في متحمسين، يعني في الستينات لما بدينا كانوا هم يدفعونا وخلقوا وضعوا مشروعهم الثقافي وأمنونا عليه وكنا قادرين. يعني الجملة اللي سحرتنا في البدايات أول ما دل حافظة من 65 لما قال الملك حسين الله يرحمه إن الفن لم يكن في يوم من الأيام إلا جزء من الكبرياء القومي للأمة. فأنا هاي سحرتني كشاب صغير، أنا جزء من، أنا اللي بعمل جزء من كبرياء القومي للأمة. إحنا بدنا مشروع ثقافي، بدنا مشروع بنعبر عنه من خلال الشعر. أنا بدنا مليون مشروع ويزبط واحد منهم. نعم إن شاء الله بيزبط. أستاذ صلاح أبو هنود راح نضلك معنا في فاصل، بدنا ناخده حتى يدخل علينا معنا الشريف الفنان الشاب، نسمعه ونكمل حوارنا، بلكي تعرفت عليه وبلكي هو حاب يسألك سؤال. هذا الجيل والله اللي أنا تحت تصرفكم يخلينا إياه. الله يخليك. ناخذ الفاصل. مسافر وحدك، مسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغل وعلى نار الشوق أنا حستنى وحصبر قلبي وأتمنى، وعلى نار الشوق أنا حستنى وحصبر قلبي وأتمنى، على بال ما تجيني، على بال ما تجيني، على بال ما تجيني وتهنى. دعني دموعها، دموعها بتتكلم، دعني دموعها، دموعها بتتكلم. مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. شكرا. نرحب بالفنان معن الشريف، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. استاذ صلاح، شو رايك؟ كانه عبد الوهاب وكانه مش عبد الوهاب. شوفي انا تعلمت درس من زمان دائما، الفرنسيين بس يشوفوا امراه حامل بيقدوا لها التحيه. فليش؟ لانه بيتوقعوا انه دائما ممكن يكون هذا رئيس الجمهورية القادم اللي هي. نعم. فدائما نطلع على الموهبة الصغيرة على أساس ما في موهبة صغيرة، إحنا كنا موهبة صغيرة. صح. دائما الموهبة لازم بدها بيئة تطلع فيها وتتقدم، وبعدين بنشوف لأي مدى بتوصل. اللي عجبني فيه انه طبعا انا ما بقارن صوته بصوت عبد الوهاب، لان صوت عبد الوهاب واضح الملامح، ولا هو قاصد يكون ولا هو ايضا بده يقلد عبد الوهاب. صح. مش مقلد، بس هو غنى بحس، بحسه الشخصي، وطلعت الاغنيه زي كان الاغنيه له. يعني اشكرك. صرفت فيها بطريقه. أعطينا فكرة عن حالك معن الشريف. دارس محاسب، عرفت؟ نعم، أنا مهنتي الأساسية محاسب، أنا بشتغل محاسب، لكن سبحان الله يعني الفن من زمان بلشت فيه أنا وأخوي.
ايام ما كنا تقريبا 12 سنه. تعلمت الجيتار انا وياه، ويعني هو كان شخص رفيقي موسيقيا، وكان الشخص اللي كان يعني هالتجربه خضتها معه من البدايه لحديت هو حاليا هو بيشتغل بالسعوديه. طبعا مرينا بتجارب، يمكن انا اكثر شيء بالنسبه للموسيقى تاثرت فيه ببداياتي الموسيقى الغربيه، لكن بعد فتره صار الموضوع انه لمست شيء بالموسيقى الشرقيه جذبني لها. يعني عشان هيك دكتوره يعني في الحفله غنيت لسيد مكاوي، وهي كانت عباره عن مشكله لي، يعني كانت زي ورطه. صح، سمعته في بيت رواد اول امبارح. نعم. غنى لسيد مكاوي. نعم. ايش الاغنيه ذكرني؟ ما تفوتنيش انا وحدي. كان ادائك فيها رائع. اشكرك. وما تصرف يعني ابدا، كانه سيد مكاوي اللي. نعم. اشكرك. ايش بحب توجه له سؤال اخر استاذ صلاح؟ بس قبل ما توجه له سؤال، حضرتك وظفت الاغنيه الدراميه في عمل من اعمالك. نعم. في انا بتجربتي في عملت عمل للتلفزيون الاردني، بس ما كان فهمي للاغنيه يعني مثل المرحله المتقدمه. لانه كان العمل عباره عن هو رصد الفلكلور الشعبي والتراث الشعبي. موظف يعني القصه بتحكي عن الحنه والعرس والزفه والكذا وهي الاشياء اللي هي كانت تراث شعبي. بس اول مره استخدمت انا الاغنيه بتوظيف درامي، جزء من البناء الدرامي، كانت التجربه في مسلسل حب وشتاء. حب وشتاء كان مكتوب باللغه العربيه الفصحى، وكان مش ممكن انه اقدمه انا باللغه العربيه الفصحى. بصعوبه لاقنعت المنتج انه هذا، او برفض يعني انه يتحول للهجه الشعبيه العاديه يعني. تكون اقرب. نعم. نعم. فتحول، وكان جبت ممدوح عدوان وكتبنا الاغاني ودخلنا. هلا الشخصيات اللي كانت شخصيات مضطهده في الحب والشتاء، ولا تستطيع ان تواجه الشخصيات اللي اقوى منها، لكن احنا مرات يعني مستجريش نحكي، بس بنفكر شو لازم نجاوب، بس بنخاف نجاوب. فاستخدمنا الاغنيه لما كانت الشخصيه بتكون امام البيك وبيغلط عليها او بيتطاول عليها، فبتطلع فيه الشخصيه وبتطلع اغنيه بتحكي شيء عنه. حلو. مثلا بضرب مثال، مثلا منى واصف كانت يضطهدوها عاملة، يعني بدها تربي تساعد أخوها في تربية أولادهم، فكان فهي تتطلع بس يطلع أغنية تقول الحاجة مرة والذل المعلع أجبين المحتاج مثل الغرة. فهي هي حست بالذل إنه عم تنهان، بس فكرت بالرد وجاوبت من خلال الأغنية. فاستخدمت الأغنية في الحب الشتاء وفي مسلسلات أخرى لكي تقوم بدور درامي معين في جزء من هذا، وكانت تجربة تقريبا فريدة. بعدين استخدمت لأنه الأخير كان الناس كان إما يعمل الأغنية يا أما شارت بداية يا أما شارت نهاية، بس ما تكون بصلب العمل. كسرت بس دكان الدنيا. نعم. وبالحب والشتاء كانت الأغنية جزء من البناء الدرامي، إذا شلتيها بصير في خلل. كان رجعنا لعلم النفس، ما كل واحد فينا في داخله موسيقى داخلية، في عندنا الروح فيها لها موسيقى. في ناس ما بيعزفوا من جوا أبدا، بس الناس الأسوياء أظن عنده يعني يكون في موسيقى داخلية، إما سلسة. صحيح. أو إيقاعها صاخب، أو ما بعرف، منحسها. مشان هيك في ناس مرتاح لهم، منحس إنه موسيقاهم تتناسب موسيقانا الداخلية. بعرف شعب فلسفة. لا صحيح. نحن كلياتنا جميل جدا. لا نحن كلياتنا موسيقيين، نولد موسيقيين. صح. لأنه أول أشياء يعني نبض الأم اللي بنسمعه. الترويدة، الأغاني، الأشياء كلياتنا يعني بنتعلم من خلال الشعر والموسيقى. كلياتنا مهيئين لو تدربنا وتعلمنا وتابعنا ممكن كثير ناس يطلعوا موسيقيين. صح. أو حتى ذواقين يعني. أنا أمنية حياتي كان إني أكون موسيقي، بس أبوي ما رضي، بس لعبته أهم مني. وكنت موسيقي مبدع في الإخراج يعني. طبعا مايسترو. كل واحد وقدر. أصبحت قائد أوركسترا. طبعا هذا قدر. معن إيش بدك تسمعنا؟ إشي يعجب أستاذ صلاح كمان. أكيد أنا في أغنية وطنية كتب لي إياها شاب صديق إلي أيام كنا في الجامعة، اسمها وطن الأوطان. طبعا حاولنا نعملها أنا ودكتور إيميل، لكن إن شاء الله يعني صارت ظروف عملي وإنه ما تم إنجازها، لكن إن شاء الله راح يتم
تسجيلها يعني وتوزيعها. دكتور إيميل حداد يعني عم بلحن لك ولا يعني مثلا بتدخل في أدائك بصوتك مثلا بيهذب أدائك بتدخل مهنيا في غناء في الغناء بالضبط؟ هو الدكتور إيميل حداد هو كان الشخص اللي خلينا نقول عماله بيشذب شجرة معن الشريف يعني بيحاول يعني to make it nice يعني أنه الخطأ اللي هون يشيله الخطأ اللي هون يشيله يعني. وهو كان يعني رجل جدا خدمني موسيقيا يعني حتى كان زي مستشار موسيقي لي دكتور إيميل أنا بحب كتير أقدم له تحية طبعا عن طريق طبعا بنسلم عليه طبعا يا دكتور إيميل. فإن شاء الله هاي الأغنية يعني اسمها وطن الأوطان لحنتها أنا وإن شاء الله راح أكون قائم على التوزيع تبعها. كلمات إياد الخواجة أغنية وطنية كلماتها إن شاء الله سمعكم إياها. يلا بدي إذا سمحتوا لي بتعليق معين يعني أنا مبسوط جدا إنه محاسب موسيقي لأنه بالتصنيف العالمي لعلاقات المهن بالفن المحاسبين والبانكرز تبعين البنوك هم آخر ناس لهم علاقة بالفن. أرقام. جيت أنا أكسر القاعدة. كسر القاعدة. منيح يعني هذا بتفوت بالجينيس. صح. إن شاء الله ويهوب. إن شاء الله. والأردن وطني الأوطان حنا رجالك مهما كان وبنرفع رايتك فوق تبقى أغلى الأوطان والأردن وطن الأوطان حنا رجالك مهما كان وبنرفع رايتك فوق تبقى أغلى الأوطان الأردن بلد الأمان عز وفخر وما ينهان مهما الصعب فوق بنصله مهما كان والأردن وطن الأوطان حنا رجالك مهما كان وبنرفع رايتك فوق تبقى أغلى الأوطان الأردن بلد الأمان عز وفخر وما ينهان مهما الصعب فوق بنصله مهما كان عز وغيب وفخر وما بنرضى بالقهر ولا بنحمي خاين ولا نقبل مهر عز وهيبة وفخر وما بنرضى بالقهر ولا بنحمي خاين ولا نقبل مهر يا سئلت عن بلدي فاجبت بلدي جمل جماله أمام مطلبه ومناله في ظل قائد العدل استماله أغلى الأوطان الأردن بلد الأمان عز وفخر وينهان مهما الصعب يفوق بنصلوا مهما كان مهما الصعب يكون هاي كسر النمط بتعرف اكتشفنا أنه ممكن نغني الأردن من دون ما نصيح ضروري الواحد يسمع اغنيه وطنيه على جيتار على جيتار يعني اعطيته طعم حلو اشكرك اشكرك
أستاذ صلاح، اللي عرفنا أنك موجود في دبي، بتروح بتيجي يعني من الأردن، بروح شو بتعمل بالإمارات يعني؟ بس نطمئن على أول شيء إلي عز يعني حفيدتي بالإمارات وبنتي يعني. الله يخلي لك إياهم، الله يحفظ لك. يعني هم بالنسبة إلي طبعا الدافع الأساسي للذهاب هناك، بروح عندهم شوي يعني، بقعد شوف تسلم وياهم بحبهم. وعملك الحالي الآن؟ عملي أنا بعد ما اعتزلت الإخراج بال98 بالضرب الطويل في هذا المبنى، يعني كان آخر عمل عملته بالله هون. نعم. الداخل اللي عملته هون، وبعدين تركت الإخراج وفصرت أشتغل إدارة. إدارة. ذهبت للتلفزيون مدير برامج لفترة، وبعدين اشتغلت مع في شركة في دبي أيضا، بعدين رديت رجعت الأردن اشتغلت مع المركز العربي، ونزلت مع المركز العربي. فمعظم شغلي هو بالفن بس إدارة وليس إبداعا. يعني ما حدا بيقدر يغريك هلأ مثلا لو في شركة إنتاج مرموقة ونص رائع من النصوص اللي بتحبها، نص بسوية فكرية عالية، حد يرجع يستدرجك للإخراج مثلا ولا مسلسلات؟ أعتقد يعني صعب، أني ما عندي الرغبة مثل الأول أني أعمل مسلسلات، وخاصة أن شروط الإنتاج تغيرت كثيرا يعني عن الزمن اللي كنا نشتغل فيه. عندي رغبة أعمل فيلم. فيلم؟ نعم. أنا كان عندي الرغبة من زمان أني أعمل فيلم. لما عملت أول مسلسل دكان الدنيا بالتصوير بالخارجي، يعني السر اللي كان فيه إن عملته بتقنية سينمائية أدرب نفسي كيف لما أعمل فيلم. وكان أنا لازم أعمل فيلم، وجلالة الملك حسين الله يرحمه كلفني بهذا الفيلم. نعم. كنت بدي أعمل أنا قصة تعريب الجيش، كان أحد أصدقائي من المشاركين فيها وروالي القصة كاملة بالتفصيل غير ما كتب بالكتب، فكنت مشبع فيها وكنت حاب أعملها. نعرفت. والله يرحمه كلفني، يعني لما سلمني الميدالية حتى سألني كيف يعني تصورك الفيلم، قلت له هم كانوا الضباط الأحرار برتبة ملازم، ملازم أول، قلت له أنا بشوفهم الجنرالات، ليلة الجنرالات هاي ليلة تعريب الجيش. فكنت متحمس، لكن بعدين أخذوا الفيلم مني عادي. عادي يعني من الأشياء، لا أخذوا الفيلم مني وما طلع الفيلم، هم الخسرانين كلها. بس يعني فرغبتي كنت أحلم أني في يوم الأيام أني أوقف على منصة بالعالم وأهدي في الأردن فيلم، أخذ جائزة وأهدي للأهدي للأردن. يا سيدي بضل تاريخ الأردن عظيم زيك أستاذي، هو أجمل هدية للأردن. للأسف إحنا تاريخنا يعني أي حد يتبرع لتشويه هذا التاريخ، ومش قادرين دافع عن حالنا إلا بالحكي، بالعكس دراما يمكن الراقية أكبر دفاع. صحيح. شو بتحب تسمع من معن؟ يعني يعني هذول الجيل الطالع لازم ما يجود به، بس أنا يعني مع شاب صغير، أنا مرة فت بالشام ولا زالت الحادثة مأثرة فيي، فعزموني ناس ما بيعرفوني، يعني عرفوا أني مقيم في الأوتيل فعزموني على العشاء، فلما فت العشاء كان في شاب مطرب بالهذا، فوقف وعمل عودك رنان، أغنى اللي حسيتها زي نشيد وطني إلي. فظلت هاي الأغنية يعني حسيتها إلي يعني طبعا، فدائما بحب أسمعها ودائما حافظها معاً. هاي مشكلة عودك رنان، هي مقامها بيجي جيتارك رنان. أشكرك ستي. مقامها بيبقى مقام شرقي، بيعت راس صبا سيكا، ما بيجي على الجيتار يعني. طيب أنت شو بحضر لنا؟ بس أي شيء يعني، أنا بس أنا حكيتها كحادثة لأنه كان مطرب يعني في جيل، سبحان الله يكون في أغنية متلازمة مع حدث معين. طيب في أغنية لطلعت زين، هو المطربين اللي جدا قادرين يعني، يمكن مش معروفة بس هو كجزء من الستايلات اللي أنا حبيتها يعني. يلا. العيون بتخون يبقى فاضلي، قلبي يا مجنون انت عايزي، أحلى ما بالكون بعيونك أكون،
اللي مش هيكون هوانا يهون لهوانا راح وتاه بالغروب ونسينا الجراح كلام بالقلوب خنت ليه ونسيت اللي كان أعمل إيه بقلبي وأقول العيون بتخون يبقى فاضي ليه قلبي يا مجنون انت عايز إيه أحلى ما بالكون بعيونك أكون واللي مش هيكون هوانا يهون تقدر تدخل حلوة تقدر تدخل بتحدي بالطبقات العالية مثلا لما أديت لسيد بكاوي صعبة الأغنية جدا جدا صعبة هي صعبة وكانت صعبة علي بتأثر الموسيقى الغربية يعني مع أنه أنا يعني بعد ما لمست الجمالية في الموسيقى الشرقية والصعوبة اللي فيها كانت تحدي بالنسبة لي يعني طيب شوف معا بدنا ننهي إشارة البرنامج على صوتك بتفوتنيش أنا وحدي حتى نقول للناس هذا الشاب عم بيغني شرقي غربي ويحترم إحنا يعني مع كل الثقافات وهذه ثقافات تحترم أستاذنا الكبير صلاح أبو هنود كل الاحترام وشكرا على استجابتك لدعوتي ومشاركتك في هذا البرنامج شرف إلي بتعرف أنت معزتك يعني وإحنا زاملنا وفي إعجاب يعني قديم وبعرف معزته وبعرف احترامه معن شريف الله يحميك واستمر في المحاسبة وفي الفن أشكرك دكتور زي ما تفضل أستاذ صلاح يعني أنت جامع بين عالمين متناقضين لكن إن شاء الله الله نجحك فيهم أشكرك أعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم ألقاكم الخميس القادم بإذن الله تعالى إلى اللقاء وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك غلب الحب معايا معايا وتعب